شهدت شواطئ مرسى علم مهرجان الفراولة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء دافئة باستخدام 11 طن فراولة ومشاركة 11 شيف، وتم إعداد تورتة كبيرة على هيئة الجيتار بالفراولة وساندوتش الفراولة وحلويات وتورتة وعصائر للعصائر فريش وفراولة طازجة. أشار الخبير السياحي بالبحر الأحمر عاطف عثمان بأن المنتجات السياحية حرصت على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على الشواطئ في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد.